السلام عليكم اعزائي عزيزاتي، اليوم جيت لكم بواحد الكيكه غزاله، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. كيكه بالجبن كيتونيا، هي مشهوره عند الالمان، يعني كيكه المانيه. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يعرف المقادير وطريقه تحضير هذه الكيكه ما عليه الا يدخل الفيديو ديالي ويتابعني حتى الاخر باش يتعرف على الطريقه والمقادير. المقادير ديال العجينه او الباط، بحال الباط اصابلي. شنو كنحتاجو في المقادير؟ كنحتاجو 3 ديال الكؤوس ديال دقيق اللوز، او يمكن لكم تعوضوهم دقيق الممتاز اللي ما بغاش يستعمل دقيق اللوز. انا عندي كيكه صحيه كيتونيه ما كنستعملش فيها الدقيق الممتاز الابيض، خصني استعمل دقيق اللوز او الكوك. اذا عندي هنا 3، واحد خليته احتياطي الا جاتني جاريه نزيدها، واحد البيضه، 80 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، معلقه وافيه ديال الفانيلا السائله، قشره حامضه، جوج معالق ديال الخميره الحلوه، وجوج معالق ونصف ديال السكر الحميه. اذا نمر الى طريقه عجينه الباط ديال الكيكه ديالنا. اول حاجه غادي نبدا بها هي الزبده ديالي، اللي غادي تكون ماشي بحراره المطبخ تقريبا، يعني يلا حيتها من الثلاجه، نقطعها الى قطع صغيره باش تقدر تخدم ليا. غادي ندير معاها قبصه ملح، سمحوا لي ما شرطلهاش من الاولى، هذه ملح هيمالايا. اذا قبصه ملح، وغادي نبداو كنضربوها بشويه بشويه بالضراب الكهربائي حتى تذوب لينا. اذا الان غادي نزيد البيضه نتاعي، دائما نهرسوا البيض في اناء مستقل. الفانيلا نصف مقدار نتاع قشره حامضه، حيت النصف الاخر غادي نخليه للجبن. الان غادي نبدا نضيف الدقيق اللوز. خدت لي 4 الكيسان ديال اللوز. نديرها في واحد الميكا وندخلها للتلاجة تبرد بلا ما نوجد العقدة ديال الجبن. الان غادي نمروا الى مقادير، الى طريقة ومقادير العقدة ديال الكيكة ديالنا بالجبن. عندنا 4 البيضات، عندنا عصير حامضة، نصف قشرة حامضة، واحد جوج معالق نتاع الفانيلا، وعندي وهنايا نص كاس نتاع اللوز اللي درت فيه واحد الكوخاضه، وفلان ديال الفانيلا، نص فلان ديال الفانيلا،
عندنا 4 المعالق ديال السكر، وعندنا 600 غرام ديال الجبن. الجبن يمكن لك ديري اي جبن بغيتي ديريه، ما غاديش تقيدي حتى بشي نوعيه الجبن. يلا فوتوا معايا للطريقه. اول شيء قمت به، نتمنى انه يكون كيبان لكم، اول شيء قمت به هو فصلت بياض البيض عن اصفر البيض. اذا 4 ديال البيضات فصلت لهم الاصفر بوحديتهم والبيض بوحديتهم. اذا البيض غادي نخدمه مع واحد القبصان تاع الملحه باش كتحيد الزفوريه وصافي. وغادي نزيد له السكر. الجبن غندير فيه 4 المعالق تاع السكر، جوج غنديرهم في بياض البيض وجوج غنديرهم في اصفر البيض. وغادي ندير الفانيلا هنا. طلعت لا ميغينغ ديالي حتى ولات بحال هكذا وبحال هكذا، ما غاديش تطيح واخا تقلبيها ما تطيحش. الان غادي نخدم صفر البيض. صفر البيض نفس الطريقه اللي درت البياض البيض. وغادي نبلاتي وغندير فيه شويه ديال الفانيلا والحامض وعصير الحامض. غادي نمرو باش نخلط اصفر البيض مع الجبن. غادي نخوي هذاك اللي درتو ديال الفلان والحليب اللوز والكواخاضه باش حتى هي غادي نخدمها مع الجبن. والان غادي نبقى نزيد الخليط، نزيد شويه الخليط الاصفر البيض مع الاخر ونخدمو ويولي كلشي كريمي. داك الصفار اللي باقي تما في الاناء ديالنا ونزيد نضرب هذا حتى يولي لي كريمي تجانس كلشي الخليط. عاد نخلطو مع بياض البيض. دخلت بياض المارينغي ديالي كامل في الجبن. اذا غادي نخوي في المول ديالي باش ندخلو للفرن. وجدات بردات شويه بالنسبه للجبن البنات راه كانت منافخه عامره، من بعد كتهبط لان هكاك داير الجبن. ودابا غادي نقطع طريف معكم. هذه راها كيتونيه صحيه، كنتمنى انكم تجربوها لان كيف ما كان الحال البنات خصو ياكل صحي بالدرجه الاولى. اذا ها هي البنات شوفوها كتجي رائعه جدا لاباط ديالها والجبن. انا غادي ناكلها بالفريز والكوليس نتاع الفريز والفرومبواز والفريز معسل. نتمنى اذا هي هذه الطرطه ديالنا بالجبن. شوفوا البنات كيتونيه صحيه. راه مازال سخونه خاصها تبرد. الجبن زاب المذاق ديال الحامض رائع جدا والفانيلا. وهاد هاد لاباط رائعه بحال الصابلي، ما تقوليش انها ماشي دقيق. نتمنى انكم تجربوها فهي جد لذيذه. يلا حبيبتي الى هنا نكون انهيت الفيديو نتاع اليوم، ونتمنى لكم انكم دوزتوا معايا فرجه ممتعه. وما تنساوش تابونا في القناه ديالنا وتشجعونا بلي لايك وتخليو لنا دي كومونتير كيف ما كانت سلبيه ولا ايجابيه مرحبا بها.
واللي انضموا للقناه ديالنا الجدد الف مرحبا بكم عندنا، نتمنى تكونوا عند حسن ظنكم. والقدامين هذه الدار داركم طبيعه الحال. يلا حبيبتي قبلة كبيره، مع السلامه.